تعلم الأطفال ببراءته وجماله يستلزم مهارة وذكاء في اختيار ملابسهم وأزيائهم وتصاميمهم. اليوم معنا في الاستوديو المصممة حنان الموسى، تعلمنا كل ما يخفى في عالم الطفل من اختيار ملابسهم وتصاميمهم. أهلا حنان، كيفك؟ هلا والله، تمام. أعطينا بداية شغفك في الاتجاه أنك تصممين للأطفال. بدايتي كان تصاميم فساتين الزفاف تقريباً 7 سنوات. الحمد لله كان الشغل مرة كويس. كيف بديتي؟ كيف دخلتي؟ إيش الفكرة، الإلهام، الإحساس اللي جاكي إنك تميل لهذا الشيء؟ يمكن إني أحب الشغل هذا، أحب التصاميم، أحب الخامات يعني الجديدة الغريبة. ليش ما اتجهتي للكبار؟ بدايتي كانت كبار، فساتين الزفاف. كانوا الكبار. تصاميم الزفاف قصدك الكبار؟ أنا أحس بأن الأطفال فساتين الصغار. لا 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 لا. وبعدين توجهتي للأطفال. إيه. إيش اللي خلاك توجهين لهم؟ يمكن التصاميم اللي كنت أصممها لبنتي بداية الفكرة. كنت تشوفين عليها طلب؟ كان يعني يحبون التصاميم اللي عليها، كانت تجيني طلبات يعني من الأقارب، الأهل. بعد كذا فتحت حساب وإنستغرام وبدأتي فيه. إيه. ما شاء الله، إيش الأنواع الأقمشة اللي تختارينها؟ يعني الأشياء اللي تناسب الأطفال، القطنيات، التفتة، ممكن يكون في شوية إضافات، إكسسوارات. ما تجيكي بعض الأحيان من الأمهات إنه أنت ضفتي هذا يضايق الطفل، بليز إذا إحنا نقدر نعده نقدر نغيره، إنه مو مريح؟ لا الحمد لله، يعني للحين لأن الإضافات تكون بسيطة. ممكن هم الأطفال نفسهم ينزعجوا من الشيء هذا إذا كان فيه تطريز، إذا فيه، بس نراعي الشيء هذا الأطفال. أكثر شخص دعمك في المجال؟ زوجي كان داعم لي، أهلي بعد، أهلي داعميني، صديقاتي. بدايتك لما أنت تصممتي اعتمدتي اعتماد كلي على السوشيال ميديا ولا على القرايب اللي حولك؟ يمكن البداية كانت كذا، بعد كذا اتجهت للسوشيال ميديا. وش في عندك تصاميم فساتين؟ عندي مرايل. مرايل مدرسة؟ ايه. ما شاء الله. ايه. حتى المرايل صار لها تصاميم؟ اي صار في تصاميم. لا انا ما مثبتة. يمكن انه في السعودية صح ما في، يمكن انا اول سعودية مصممة مرايل. ما شاء الله. ايه، لان كنت هذا الشيء اعاني مع بنتي، لاني ما كنت الاقي خامة كويسة في السوق، الموديلات ما كانت مناسبة يعني. فكنت اول ما دخلت المدرسة كان من تصاميمي. بدت الطالبات يحبون الفكرة والمدرسات الأمهات، وبعد كذا جت فكرة يعني المرايل مع الفساتين. بالعكس أحس فكرة مرة حلوة وغريبة. إيه مرة حلوة.